السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم راح نتكلم عن آخر موضوع موجود عندنا بالفصل الثالث، اللي هو شلون حنحدد القيم بالنسبة للفاريبلز المتغيرات اللي موجودة عندنا، وشلون عملية التعاريف الأساسية اللي حتكون داخلها. احنا اتفقنا في بداية الفصل بأنه أنا عندي هنا أريد أشتغل على الدم، اللي هو أما يكون declaring variable، يعني حيكون متغير لازم استخدم لآني الدم، او يكون عندي ثابت مثل constant اللي هو القيمة الثابتة، مثلا عندي 3.14 هذه هي قيمة ثابتة هستخدم وياها الكونست. باقي المتغيرات كلها حيكون تعاريفها راح يبدي بدم، والستيتمنت حسب الحالة اللي موجودة على اساسها اجي اشوف شنو هي القيم اللي موجودة، وعلى اساسها اعين القيم واعطيها متغير معين. من المتغيرات اللي ممكن اني اتعامل وياها ممكن أن تكون متغيرات معلنة ومعروفة بالنسبة إلي، ممكن أن تكون ذات قيمة معينة ممكن أسيطر عليها، ممكن أن تكون expression اللي هي مثل العمليات الحسابية أو الرياضية، ممكن أن يكون رقم اعتيادي مثل الانتجر، ممكن أن يكون string مثل الأسماء أو أي أحرف موجودة عندنا، مثل أن يكون boolean value اللي هو الصفر والواحد أو true والfalse etc. إلى آخره. فإذا هذا كله يعتمد على أنه أجي أنا شلون أخلي الدم، واتفقنا هذه التعاريف لكل متغير يدخل بالبرنامج لازم إلى تعريفه as شنو as string as integer as boolean as date يحدد. ونقدر إحنا طبعا هذا الدم كله يكتب قبل البرايفت كوماند اللي هي برايفت سب كوماند، أو يمكن أن أكتبه أنا هنا بالداخل قبل ما أبدي بإنبوت للمتغيرات. لح أجي أخذ مثال بسيط design and write program، أجي أريد أصمم وأكتب برنامج معين to concatenate the two string، أجي أريد أسوي دمج لتو string. string معناته أريد كلمة. لح نطي إحنا تطبيق هنا، طبعا ما محدد لي تفاصيل، دا يقول عندك كلمتين سوي لياهن دمج وطيني مجموع هذه الكلمتين أو الناتج النهائي. أنا هنا أنا شلون استخدمته بالبرنامج؟ استخدمته بأنه أنا حعرف الاسم الأول وعرف الاسم الثاني وأنطي الفول نيم ماتي اللي هو الاسم الكلي. إذا عندي أنتبه ملاحظة مهمة، دا يريد أعرف اسمين وأنطي الناتج مال هذه الاسمين، يعني اسم الأول اللي هو حيتعرف دم الفيرست نيم، إذا هذا أول متغير أنا حستخدمه. الفيرست نيم حيكون أحرف فإذا أستخدمه بسترينج. dim second name اللي هو المتغير الثاني مالتي ايضا حيكون string، اذا هاي عندي متغيرين. وراها قال لي مجموع هذه المتغيرين او دمج هذه المتغيرين معناته حيكون عندي الفول نيم اللي هو الاسم الكلي اللي هو جاي من الاسم الاول والاسم الثاني، بما انه هذا string والاسم الثاني string اذا معناته الفول نيم مالتي حيكون ايضا string. اذا عرفت ثلاث متغيرات اساسيه، الاسم الاول string الثاني string، بما انه الاول والثاني هو حدمجهم بالفول نيم فاذا الفول نيم ايضا string. وين لح اجي اكتبهم؟ الفيرست نيم لح اكتبه بتكست اعتيادي، السكند نيم حيكون بالتكست الثاني، وراها الفول نيم هو عباره عن الفيرست نيم زائد السكند نيم. لكن دائما انتبه أقول له زائد أخلي دبل كوتيشن سبيس دبل كوتيشن حتى يعطيني سبيس بين كلمة وكلمة ثانية، وراها أستخدم السكند نيم. طبعا أنتبه بين الفيرست نيم السكند نيم الفول نيم إذا تلاحظون ماكو أي سبيس حتى يكون معرف عندي لي يكون كلمتين. كملت ما حدد لي بالسؤال وين أخلي الأوتبوت، أقدر أخليه بتكست، أقدر أخليه بليبل، أقدر أخليه بكومبو بليست، أنا حستخدم كليبل. جيت حسبت كم ليبل اني خليت، واحد للفيرست نيم، اثنين للسكند نيم، ثلاثة للفول نيم، اذا وصلت اربعة. ليبل فور دوت كابشن حخلي بي الفول نيم. وتعلمنا احنا هذا انبوت، هذا كله هو البروسيسنج العملية الحسابية مالتي. بالعملية الحسابية حيكون الاسم قبل اليساوي، لكن بالاوتبوت حيكون بعد اليساوي، حخلي الليبل واخلي يساوي للناتج النهائي. كتصميم شلون صممته راح اشرحه هنا ونرجع نطبقه. حيكون الفيرست نيم خليته بالليبل الاول، السكند نيم بالليبل الثاني،
الفول نيم اللي هو الفيرست زائد السكند خليتها بليبل ثالث، رجعت خليت ليبل رابع اللي هو حيكون بليبل 4 دوت كابشن. وين اني ادخل القيم مالتي؟ حدخلها بتكست، تكست 1 وتكست 2. اذا اصمم او ارسم تكست 1 للفيرست نيم، تكست 2 للسكند نيم، والريزلت الكوماد مالتي اللي هو حكتب بيه كل هذه العمليه الحسابيه. جينا كتبنا هنا الكودات، عرفنا الفيرست نيم سترينج، السكند نيم سترينج، الفول نيم سترينج، دخلت له بالتكست 1 الاسم الاول، السكند بالتكست 2، الفول حيكون الفيرست نيم زائدا اتفقنا يكون دبل كوتيشن سبيس دبل كوتيشن حتى يعطيني فراغ، زائد السكند نيم ليبل 4 دوت كابشن، حخلي الناتج مالتي بليبل، طلع لي الفول نيم. جينا هنا اجي اريد اطبق، سويت له ران، كتبت اول اسم اسم احمد، ثاني اسم محمد، سويت له ريزلت. اذا شطاني الفول نيم، انطاني الاسم الاول وطاني سبيس لان انا كاتبت له دبل كوتيشن سبيس دبل كوتيشن، بعدين اعطاني الاسم الثاني، وهذا هو الناتج النهائي اللي موجود عندي. هنا أنا ايضا دا يوضح لي بان انا استخدمت ثلاث متغيرات، هذه المتغيرات كان تعريفها كسترينج، الاول والثاني اللي هو الاسماء الاوليه اللي هي خليتها بتكست 1 وتكست 2، المتغير مالتي مال نيم جيت سويت له دمج بين الاسمين وصار عندي فاينالي اللي هو الفول نيم اللي موجود عندي، خليته بليبل معين. لح اجي على مثال ثاني ايضا، المثال الثاني design and write a program، ايضا صمم واكتب برنامج to display the sum and average of three numbers. اذا they read sum مجموع، they read average معدل لثلاث قيم او ثلاث ارقام three numbers. اذا اول ما اجي كم رقم عندي؟ الدم الاولى للتعريف عندي number one three numbers، اذا عندي number one نمبر 2 نمبر 3، بما انه هي ارقام اذا معناته اخليها as integer. وراها راح ارجع شو يريد من عندي؟ يريد السم اللي هو التوتال، ويريد الافرج. السم بما انه مجموعهم كامل ويا الافرج، هنا انا حختاره variant. ليش اختاريته variant؟ انا التوتال طبعا اقدر اختاره integer لان هو مجموع لثلاث قيم، لكن الافرج ما اقدر اختاره انتجر لانه ما راح يطلع لي عدد صحيح، احتمال يطلع لي كسري، فاذا اختاريته فيريانت حتى يكون يقبل كل الارقام الصحيحه والعشريه. كم رقم لازم ادخل؟ احتاج الى 3 نمبرز. اذا النمبر الاول حيكون val للtext 1 دوت text، هدخله بالtext الاول. النمبر الثاني حيكون text 2 دوت text. النمبر الثالث text 3 دوت text. اذا هنا انا دخلت ثلاث قيم. هسه ايش اريد اني اول واحد؟ اريد التوتال اللي هو المجموع. المجموع مين حجيبه التوتال؟ التوتال حيكون عندي هو عبارة عن الرقم الاول اللي دخلته بالتكست الاول زائد الرقم الثاني زائد الرقم الثالث، تكون عندي المجموع. وراها اريد الافرج. الافرج مين اجيبه؟ هو المجموع على عدد الأرقام اللي موجودة. كم رقم عندي؟ عندي ثلاثة، إذن هو التوتال على ثلاثة. لما أجي هنا أيضا ما محدد لي وين أخلي الأوتبوت، أنا قلت خلي أخليه بليبل أو تكست أو كومبو، أي مكان أنتو تريدون ما دام ما محدد. أنا هنا إيش حاجي أسوي؟ أجي أشوف ليش ليبل 6؟ ليبل 6 لأن لما دا أجي أصمم الليبل الأول صار إلى نمبر 1، الليبل الثاني صار الى نمبر 2، الليبل الثالث صار الى نمبر 3، توتال 4 هذا 5، فاذا 6 و 7 حتى يكون بهن الريزلت اللي موجوده عندي. هذا هو التصميم مالتي، التصميم اللي موجود نمبر 1 ليبل 1، نمبر 2 ليبل 2، نمبر 3 ليبل 3، التوتال ليبل 4، الافرج ليبل 5، اذا هنا 6 و 7 حتى اخلي بيهن التوتال. اذا حيصير عندي المجموع اخليه بليبل 6 والافرج بليبل 7.
هذه هي التصميم الأساسي ماتي. خليت كوماند للريزلت، كتبت بيه كل المعادلات. هذه هي الكودات اللي موجودة عندي، نفس المتغيرات. عرفت الدم للأرقام الأول والثاني والثالث انتجر، قلنا لأن عدد صحيح. عرفت التوتال والأفريج فاريانت، لأن قلنا الأفريج راح يكون عندي عدد كسري أو عشري، فما أقدر أعرفه انتجر. جيت بالكوماند حددت له ثلاث أرقام، خليتهم بثلاث تيكسات. التوتال جمعت له ثلاث أرقام. المعدل اللي هو الأفريج هو عبارة عن المجموع على ثلاثة على عدد الأرقام. خليت كل واحد بليبل حتى يطلع لي الناتج، وهذا هو الناتج النهائي. حيكون عندي دخلت ثلاث أرقام مجموعهن 3 زائد 4 7 زائد 5 12، طلع لي التوتال 12. ال12 إذا أريد أنا أسوي لها معدل أقسمها على عدد الأرقام على 3، حيكون ناتج مالتها 4. أيضا عندي هنا دا يوضح لي بأن أنا استخدمت متغيرات، قسم من المتغيرات كانت أرقام فاستخدمت لها انتجر، والأفرج والتوتل استخدمت لها فاريانت ودخلتها بليبلات معينة. هذا هنا الاوتبوتينج فاريبلز، شلون أنا حسوي الناتج مالتي أو عندي الكودات الأساسية شلون حكتب الكود. إذا أريد أستخدمه on form حقول له بس، إذا أريد أستخدمه بالفورم أطبع حقول له بس print x مباشرة بالفورم 1.show، أدوس دبل كليك على الفورم أقول له print x ينطبع عندي أي قيم أنا أريدها. في حالة دا أستخدم أني بالكوماند، إذا كان أريد أدخل تكست دائما إحنا متعلمين تكست 1.text وأدخل القيمة بعد اليساوي، قبل اليساوي إذا input، بعد اليساوي إذا output. أنا هنا أنا أريد أشتغل على الأوتبوت. لاحظوا قبل اليساوي إذا input النمبر يساوي تكست 1.text، الليبل تكست 1.text، لكن بعد اليساوي يكون الاوتبوت اللي موجود عندي. اذا اريد اخليه بليبل، ليبل الرقم مالته يا رقم اني واصله بالليبل، دائما الليبل دوت كابشن واخلي المتغير مال الاوتبوت. احيانا اريد مسج بوكس اقول له اما ام اس جي للبوكس اكس، او اكتبه ريمارك مسج بوكس للريمارك الدرجه بين دبل كوتيشن اند الاكس، فيطلع لي الناتج على شكل مسج بوكس خارجي. عندنا ايضا هنا موضوع، وهذا الموضوع مهم جدا، اللي هو شلون اني اسوي اوتبوت وتنعرض عندي هذه البيانات. عندي هنا اذا اريده كبرنت اعتيادي راح يعطيني برنت للنيكست ويعطيني اي رقم اني ادخله. اجي الاحظ هنا عندي برنت قلت له اي بين دبل كوتيشن فارزه، بي بين دبل كوتيشن فارزه، سي بين دبل كوتيشن. اذا اريد اطبع اي بي سي. انتبه هنا بما انه انا استخدمت الفارزه الكوما وحدها ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني ديستنس. ديستنس يعني راح يعطيني مسافه بين حرف وحرف ثاني، المسافه تكون كبيره مو مثل مسافه سبيس واحد. لكن عندي البرنت اللي بعدها اي بين دبل كوتيشن فارزه منقوطه، بي بين دبل كوتيشن فارزه منقوطه، سي بين دبل كوتيشن. اذا الفارزه المنقوطه راح تطبع لي الاوتبوت لكن بسبيس واحد. هنا يعطيني سبيس كبير اذا كان كوما فارزه وحدها، اذا كان فارزه منقوطه يعطيني مسافه صغيره. هذا شلون يجي السؤال؟ يجي اعطيكم مثلا اني هذا اقول لكم اعطوني الاوتبوت، لازم انتم تعرفون اذا كان بي فارزه حيكون مسافات كبيره، اذا كان بالبرنت فارزه منقوطه حتكون مسافات صغيره. اجي اشوف هذا كم برنت اعطاني هنا؟ اعطاني برنت الاولى اي فارزه بي، اذا عندي هنا كوما. هذه ايش تعطيني الكوما؟ تعطيني مسافه صغيره، العفو مسافة كبيرة. إذا انطبع الـ A مسافة كبيرة، انطبع الـ B فارزة منقوطة يعني مسافة صغيرة بمقدار سبيس واحد، وراها انطبع الـ C مباشرة مثل ما موجود عندي. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة وبسيطة بالنسبة لكم.
هذه انتهى عندنا الفصل الثالث، واكو مجموعة من الأسئلة ان شاء الله راح ترسل كهومورك، اتمنى يكون الرد خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لكم.